أي فنان بيكون عنده ناس بحبهم متأثر بفنانين، وانت قلت يمكن الجو في البيت خلاك وشجعوك أهلك في البيت، لكن من المؤكد كان في راديو، في مسجل، في فنانين تأثرت بهم من الفنانين العمالقة سواء كان في المملكة أو الوطن العربي عموماً. والله التأثر لازم، أي فنان يعني بينجح لازم يسمع لذوي الخبرة ولازم يسمع للفنانين يعني المتمرسين، تأخذ منهم طريقة الغنى، تأخذ منهم طريقة نطق بعض الكلمات. فتأثرت كثير، كان طلال مداح الله يرحمه، في محمد عبده، في أبو بكر سالم طبعا، وما ننسى راشد وعبد المجيد و ماجد المهندس. ماجد المهندس لهم التحايا والله، هم طبعا بيقدموا أعمال جميلة جدا جدا، والإنسان لما يتأثر ممكن يكون ما تبقى الأصل ليهم. صحيح، زي ما أنت ذكرت بتاخذ منهم نطق الكلمات بصورة صحيحة، طريقة الغناء، الشكل. احنا بنتكلم عن صناعة محتوى، كمان بنتكلم عن كاريزما. صحيح، للشخصية نفسها، كيف توقف، كيف تمسك عودك، في أبجديات في العود من الأول ما كنت عارفها لغاية ما تعلمتها. يعني العود الآن لو ودوني له دحين أيوه، ما حقدر أمسك المسكة الصحيحة. لا لا، هي لها 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 أبجديات ولها يعني مقامات، نوتات، طريقة عزف، طريقة يعني لمس الأوتار. مو بالسهل يعني. لا لا، مرة مو سهلة.